الساعة 6 على شاشة الـ MTV من التنين للجمعة عم نكون نحن وياكم مع سرايا عابدين مع قصة الخديوي إسماعيل وحياته الشخصية مع زوجاته الأربعة والأم المتسلطة وكل المؤامرات اللي تحاك بها القصر. خلينا نشوف. بقلكوا قد إيه بتحبوا بعض؟ بقلكوا قد إيه بتحبوا بعض؟ من سنة أحمد كان أقرب حراس شلال، عشان كده ما قدرتش أقتله. اديته مسدس فارغ وطلبت منه يصوبه على نفسه. ده كان سك الغفران بنظري اللي حيريح ضميري ويشفي غليل. بس أحمد صوب المسدس علي. صوبوش على نفسه. خني للمرة التانية. أنا قررت إنها تكون الأخيرة. سرايا عابدين الساعة 6 من التنين للجمعة على شاشة الـ MTV، أما الساعة 7 من التنين للجمعة عم بتكونوا مع العشق الأسود ومع حلقات أكيد عم تتقدم أكثر وأكثر لنشوف إذا رح نوصل للزواج السعيد. خلينا نشوف مع إلين وعمر. ما توقعت إنه عمتي توافق. هلا بدهم ينشلشوا بكل التجهيزات. مو قلتي لهم إنه نحن بحاجة مساعدة؟ بكره بتشوفي رح يساووا لنا عرس مطنطن. بدنا نتجوز يا المحقق؟ والله إذا ما هربتي مني رح نتجوز سينيورينا. ما حأهرب. إلي هلا ماني متأكد، لأنه بآخر فترة عم تدوري على المشاكل الدوارة، وبصراحة ما بضمن لأنه بيجوز أنا اللي أهرب. هيك لكان؟ أنا اللي عم دور على المشاكل يعني؟ ألو نعم؟ نحن عم نتصل فيكي من المشفى الجراحي يا أنسة، حضرتك إيلان مزبوط؟ إيه أنا. أنا آسفة بس مضطرة أخبرك إنه أختك عملت حادث. حادث؟ دايما المشاكل الملاحقة إيلان وعمر أكيد رح تكونوا مع حلقة جديدة الليلة على شاشة الـ MTV الساعة 7. أما الليلة مثل القمر الساعة 8:30 بتكونوا معه مع قمر وجهاد، بالرغم من حب جهاد الكبير لقمر يلي تطور كمان مع الوقت، ولكن قمر ما قادرة أبدا تتأقلم مع الأجواء الجديدة ويمكن ما بدها حتى. خلينا نشوف. دعوك يا بنت تتزوجها، وعدتني إنك بتحميها من كل العالم، وهلا جاي تعترف إنك تزوجتها لتنتقم من بيك؟ صدقني هذا كان السبب الأول، بس هلا صرت حبها كثير، خايفين عليها أكثر من قبل. بس مش قادر تحميها. جربت غيرها وفهمها، بس هي ما بدها تتغير، مش عم تراقب تصرفاتها، مش عم تحكم مشاعرها. أنت بتعرف هالشيء، ما كان عندك أي مشكلة. هي بنت بريئة، بدها مين يتفهمها ويوقف حدها ويدافع عنها. ذنبها الوحيد إنها حبتك، وإنت شو عملت لها بالمقابل؟ ما عملت لها شيء، كرمال هيك لازم أبعد عنها، كرمالها مش كرمالي. ما تنسى يا ابني إنها بعدها على اسمك، هي بحاجة إلك، هي بحاجة لرجال يوقف حدها ويدافع عنها. أنت بتعرف إنها بريئة من تهمة محاولة قتل الشغيل عندكم. قمر ما بتأذي نملة. بعرف هالشيء. ما تظلمها وتدمرها يا جهاد، ربنا ما راح يكون راضي عنك. فكر منيح بهالشغلة. بالإذن. حلقة جديدة من مثل القمر الليلة 8:30 على الـ MTV، فتابعوها معنا. هيدا حكي امبارح كمان كانت أجواءه كتير حلوة مع توني عيسى ويمنى الشري. خلينا نشوف. قروني متارك مرة من شرك لما بتقلها أنت مرتي. كم مرة مجوز؟ كل مرة بتطلع أنت مرتي. خبر شو القصة؟ قد ما بيي بيقول لي بده يجوزني. أو بدي أعملك مرتي. أو بتقول لها مثلا بدي أعملك مرتي. شو القصة؟ أنت أم ولادي. أم ولادي دغري. شو هي؟ شو القصة؟ يعني روح لشامية أم ولادي خلصت. لا ما
اللي بده يقرب لعندها بده يحكيني قبل إلي. آه والله؟ بدك إياها؟ لا خدها بيخدها خلص. رولا جيني هلا. رولا جيني. ناوي عليها بعدك. في أهضم من رولا شامية؟ ما خلق. موديلة وألوانة. ما خلق. رأيها حتى كمان مش بس البنات السليبرتي زمطوا منك حتى يعني بالبرودكشن. في كتير ما زمطوا. الرئيس الدانسرز. دانسرز وصل منهم زمطوا. منهم زمطوا؟ ما بعرف رجال يمكن زمطوا. الويل لك. أوقات ممتعة مع عادل كرمبي، هيدا حكي أكيد بحلقة جديدة الثلاثة المقبل. أما هلأ وقفة بلايف ومنرجع منكون نحن وياكم مع واتس كوكينج، خليكن معنا.